السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، عندنا خبر جميل ورائع لأصحاب الدخل الضعيف في ألمانيا، شيء رائع وشيء جميل، وأتمنى إن شاء الله يا رب أن تفيدكم هذه المساعدات كي تستطيعون أيضا الاستمتاع بحياتكم في ألمانيا، لأن أصحاب الدخل الضعيف يتعبون كثيرا كثيرا كثيرا، ونتمنى لهم الخير بإذن الله. أيضا ستكون في هذا الفيديو نصيحة مهمة لجميع من يعيش في ألمانيا وعنده دخل ضعيف. الخبر الأول والأهم هو أنه الروضة في ألمانيا سوف وأصبحت مجانية بداية من هذا الشهر، شهر 8 2019، مجانية لأطفالكم إذا كنتم على الجوب سنتر، يعني تحصلون على مساعدة الجوب سنتر أصبحت مجانية. إذا أصدقائي كنتم تحصلون على كيندا تسوشلاغ، وسوف أتكلم عن كيندا تسوشلاغ وما هو الكيندا تسوشلاغ ولماذا يجب عليكم أن تقدموا على الكيندا تسوشلاغ ومن يحق لهم التقديم للكيندا تسوشلاغ، وأيضا لمن يحصل على مساعدة فون جيلد، مساعدة السكن، أيضا أصبحت بالنسبة لهم الروضة لأطفالهم مجانية، الباقي يجب أن يدفعون للكيندا غارتن، يعني يجب أن يدفعون لأطفالهم الذين يذهبون إلى الروضة، لكن مجانية لكل من على الجوب سنتر، كل من يحصل على الكيندا تسوشلاغ ومن يحصل على الفون جيلد أصبحت مجانية، وهذا كله من الدولة الألمانية كي تساعد الناس ذوي الدخل الضعيف كي يظل لهم أيضا شيء من المصاريف. إذا كنتم تحصلون، إذا كان عندكم أطفال يذهبون إلى الروضة وكل الأمور وتم إعفائكم من الأمر، رائع جدا، لا تعملوا شيء، سيتم إعفائكم. إذا كنتم تحصلون على الجوب سنتر أو كنتم تحصلون على الكيندا تسوشلاغ أو كنتم تحصلون على الفونجد ولم يتم إعفائكم، يجب عليكم أن تذهبوا إلى اليوغند أمت، يوغند أمت، مكتب اليوغند أمت، وتخبروهم بهذا الأمر وتحضروا لهم الوثائق التي تثبت أنكم راتب الجوب سنتر، أو ورقة التي تثبت أنكم تحصلون على الكيندا تسوشلاغ، أو الورقة التي تثبت أنكم تحصلون على الفونجيلد، وسوف يتم إعفاء أبنائكم وتصبح الروضة لأبنائكم مجانية. لذلك أخبروا أصدقائكم وأخبروا الناس اللي عندهم أطفال. بالنسبة للعزابية لحد الساعة لا يوجد عندنا أخبار جميلة، أعدكم إن شاء الله إذا سمعت خبر جديد سوف أخبركم به. المهم أصدقائي، نصيحتي أيضا هو أنه الناس اللي عندهم أطفال ويعملون ويشتغلون ومرتبهم ضعيف، يجب عليهم أن يعيدوا ويقدموا على الكيندا تسوشلاغ. الكيندا تسوشلاغ ليس له علاقة بكيندا جيلد. كيندا جيلد هو راتب الأطفال، يحصل عليه كل من يوجد في ألمانيا وعنده أطفال، يعمل أو لا يعمل تحصل على الكيندا جيلد إذا أطفالكم يذهبون إلى المدرسة، هذا واضح. لكن هناك مساعدة أخرى اسمها كيندا تسوشلاغ، 180 يورو أو 190 يورو نسيت حاليا أصدقائي. هذه المساعدة تقدم لذوي الدخل الضعيف، مثلا شخص يعمل في ألمانيا مرتبه فقط 900 يورو أو 1000 يورو أو 1200 يورو 1400 يورو 1800 يورو على حسب كم طفل عنده إلى آخره المصاريف. إذا كان مرتبكم ضعيف اذهبوا إلى البلدية التي تعيشون فيها وقدموا على طلب كيندا تسوشلاغ، سوف تحصلون على كل طفل على مساعدة 180 يورو. إذا كنتم جربتم فيما قبل ورفض لكم الأمر، عادي أعيدوا الكرة مجددا، لأن تغيرت القوانين وأصبح الناس كثير التي رفضت طلبتهم من قبل يمكن أن تقبل الآن بداية من شهر 8 2019. إذا رفض لكم الطلب، عادي أعيدوا مجددا وقدموا على الكيندا تسوشلاغ، وإن شاء الله سوف تحصلون عليه مساعدة جيدة. الدولة الألمانية عملت هذه الأمور كي عدد كبير من الناس الذين يعملون ويشتغلون لا يحتاجون، وراتبهم ضعيف لا يحتاجون الذهاب إلى الجوب سنتر، يا جوب سنتر أنا أعمل مرتبي ضعيف، ادفع لي إيجار البيت، زيدني شوي إلى آخره، كي لا تحصل هذه الأمور. أيضا إذا كنتم تعملون وتشتغلون ادفعوا للفونجلد، كيندا تسوشلاغ وفونجلد
للناس الذين لا يوجدون على الجوب سنتر. إذا كنتم على الجوب سنتر لا يحق لكم طلب كيندا سوشلاغ ولا يحق لكم طلب فونجلد. لماذا؟ لأن الجوب سنتر يدفع لكم كل أمور الحياة. لكن إذا كنتم تعملون وممكن الجوب سنتر يكمل لكم 200 يورو 150 يورو 300 يورو وأنتم تشتغلون، قدموا على الكيندا سوشلاك. إذا حصلتم على الكيندا سوشلاك سوف يخرجكم الجوب سنتر، كي نكونوا واضحين من هذه النقطة. أو نفس الشيء بالنسبة للفونجيت، إذا كنتم تعملون ومرتبكم ضعيف وتحصلون على 150 يورو أو 100 يورو فونجيت، يمكن على حسب يمكن أن يخرجكم الجوب سنتر كي تكونوا تعرفون. لكن فوائد العمل في ألمانيا، حتى إذا كان الراتب ضعيف أنكم تقتربون من الحصول على الإقامة الدائمة. كل شهر اشتغلتم يعني كل شهر سوف يقطع منكم تأمين التقاعد، وعندما يقطع منكم تأمين التقاعد هذا هو أهم من واحد من أهم شروط الحصول على الإقامة الدائمة، وواحد من أهم شروط الحصول على الجنسية الألمانية. لذلك أصدقائي هذه فقط نصيحة صغيرة كي لا يطول الفيديو، سوف ننهي الفيديو الآن، لكن طلبي أن تنشروا الفيديو جزاكم الله خيرا كي يراه عدد كبير من الناس، كي تنتشر المعلومة وتنتشر الإفادة، لأننا نريد بإذن الله أن يدخل عدد كبير من الناس إلى سوق العمل، وأيضا كي لا يحرم الناس ويعيش الناس. يعمل هناك من يعمل لكن يعيش في فقر، يعمل لا يضل له شيء لأن الضرائب كثيرة والإيجار البيت كثير إلى آخره. لذلك عندما تعملون إن شاء الله تحصل وراتبكم ضعيف تحصلون على هذه المساعدات، وإن شاء الله يا رب تساعدكم على حياة كريمة في ألمانيا، وهذا ما نريد لكم ولأطفالكم وللجميع. من مرتبه جيد ومرتبه قوي الله يسهل عليه، لا توجد مساعدة حاليا، فقط لضعيفي الدخل. وهذه هو التكافل، التكافل الاجتماعي. لذلك من يشتغل ويربح كثيرا يدفع ضرائب كثيرة، وهذه مثل الزكاة، هكذا تمشي الحياة، وهكذا يساعد القوي الضعيف، وهكذا نعيش في بيئة جميلة وبيئة رائعة. أنا أحب صراحة هذه الأمور عندما يكون التكافل الاجتماعي وجميعا نقضي على الفقر، خصوصا فقر الأطفال. يعني عندما يكون الأطفال يعيشون في فقر مدقع في عائلتهم، هذا ما لا نريد. شكرا على المتابعة، جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك شيء جديد سوف أخبركم به. السلام عليكم، إلى اللقاء.